جناكم. اوكي يا جماعه، معلش انا ماشيه على سيستم حلقاتنا اليوتيوب البرنامج، بس انه ايش في، هي فجاه بتفرق. اوكي 1 2 3. هاي جايز كيف كم. اه شو احكي، والله نسيت يا جماعه صار زمان. اوكي شو كانت بحكي؟ اليوم الفيديو راح يكون عن اوكي 1 2 3. هاي جايز كيف كم. اليوم الفيديو راح يكون عن سويت تحدي واربح مصاري. سويت تحدي بس يعني ما عندنا يوم مرحميني. اوكي جايز، الفكره ما فيها انه عندنا عجله الحظ حاطين عليها فلوس وارقام، بنلف العجله الرقم اللي بيطلع بيكون عنده تحدي. وين الاوراق التحديات؟ شوفوا 12 تحدي، 12 تحدي و12 مبلغ. وطبعا هاي الارقام في على كل ورقه تحدي، واللي بيسوي التحدي بنروح على الرقم اللي طلع له وبياخذ المبلغ. وكمان في افكار ثانيه واللي هي عندنا فقره السكيب، كل واحد عنده فرصه سكيب. مثلا طلع لي تحدي صعب كثير والمبلغ كثير يعني مغري، فيكم تعمل سكيب وتاخذوا الفلوس بدون ما تعملوا التحدي. انه ما عدا الألف، ما عدا الألف اعلى مبلغ، ما عدا الألف، الألف بدكم تسوي التحدي غصب عنك. اذا ما عجبنا التحدي وخلصنا السكيب تبعنا، فينا ما نسوي التحدي وما ناخذ المبلغ. يعني فينا خلاص ما بدي لا التحدي ولا المبلغ اللي لكم. مش تخيل المبلغ كثير عالي. تعال اورجيكم، بس لسه المبالغ لسه ما اكتملت على العجله، بس رح نورجي. بس عم يجيب لنا المصاري. ترى هاي ليش شكلها سطحه؟ شوفوا هون في 50، هون في 100، هون في 500، واهم شيء الدرهم، وهون في 1000، وهون الخمس دراهم. خمس دراهم، عندي خمس دراهم موافقه. فلسه في 300 و200 و10 و20 و600. وقبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناه، وتفعلوا زر الجرس، ضيفونا على موقع التواصل الاجتماعي اللي هنا انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، الرابط كلها تحت صندوق الوصف. واهم شيء انه عندنا قناه على السناب شات، هاي الفيديوهات كلها بتصير بطريقة مختصرة وبتنزل على سناب شات بالطول، فيكم تروحوا تحضروا، راح تكون رابط القناة بصندوق الوصف، وأول سناب شات تبعونا كمان راح يكونوا بصندوق الوصف. متفاعلش عليهم كتير. وبس يلا نبلش. اوكي جايز، قبل ما نكمل الفيديو حابين نحكي لكم عن برنامج بنفت الجديد، واللي هو تحديات رمضان مع بنفت. بس حابين نحكي لكم انه نزلت الحلقة الثالثة من برنامج تحديات رمضان مع بنفت، كان هو تحدي الاخوات بيني انا ولانا وروان وريان، فانه الرابط رح يكون تحت بصندوق الوصف، روحوا شوفوا مين فاز. وكمان شغله انه بنفت متعاونين مع جمعيه النهضه لمبادره تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا، وكمان نزل فلتر بنفت على التيك توك، صار فيكم تروحوا تصوروا عليه، وكمان اذا صورتوا فيه وجبتوا اعلى عدد مشاهدات رح تربحوا تذكرتين على سان فرانسيسكو. يس، فالمفروض نحن نفوز بس خسرنا نحن باللعبه اصلا. فيس يلا نكمل الفيديو. اوكي جايز، مثل ما شايفين كملنا العجله، ودا ما رح اخليه تحكي لانه انا مسيطر عليها. صح قلت لي ما احكي خلاص. انا قلت لك ما احكي، انا قلت لك انا سويت الاشياء. يوتري بيطلع لي درهم بعد قصه. لا في تحدي. يلا ليدي 1 2 3، خليني اني اقرا. اوكي اعطي المبلغ اللي طلع لك للمنافس. تفضلي تفضلي. يا الله شو اسوي انا بحظي الحلو يعني. يا رب 500. كم؟ 600 ولا 500؟ 500. شو كم رقم؟ 10؟ 10. تخيل انا ما سويت تحدي او ما عدت. هي 10 بتكون صعب. يا رب كم سكيب. لا مو تسكيب. يا رب. يا رب. شو؟ ابعتي المشهور اليوم الفطور عندك. سكيب. انا ما بمزح. اسمع مش فارقة. قال لك مين؟ ابعتي لأنس. صح والله انا شايب. اسمع اليوم الفطور عندك، الفطور عندك، نحن جايين، نحن جايين في اليوم. بعدت له الصوره هون اوريدي. ايوه هات 500 جايز، بجمع مبلغ اكبر بفوز. يا رب ولا شيء. 10 دراهم. 10 دراهم رقم 12. رقم 12. خذي المبلغ مضاعف 20. خساره. اوكي جايز، هاي العشره الاولى تفضلي، وهاي العشره الثانيه تفضلي. شال منا المصاري، اذا طلع لنا مره ثانيه ما بنستخدمها. يلا دوري. بالي هلا شو قبل شوي قلت 500 اجتني 500، هلا خلينا يلا جاي على بالي 200. 200 شو عم تقولي؟ 1000. لا ما خليها انا متواضعه. 300. ما بصير. اثنين اثنين
اثنين بصير مسكين. شو شو اشتري هديه للمنافس بالمصاري مش بالمصاري اكيد مش بكل المبلغ يعني استني في ذاك 1000 هديه جايز ما راح اشتري لها. لا ليش؟ لانه بعيد مي هدايا عيد ميلادي. قالت لي راح تجيب لي سوشي وشو كمان وراح تعطيني 2000 درهم. 2000 درهم الا لمصطفى الا ولا معنا. ما جبتي لي هي ما بتطلب والله انا دغري يلا انا اعطيها على زبرك سوشي انا ماني فاضي بزنس وما لا قالي هاي اللي لي بدك سوشي كم وهاي 2000 تمزحي هاي 500 اوكي وهاي 100 جايز معي 11 شو 11 ألف معي 1100 11 انا باخذ الدرهم 300 اكسر الدرع الذهبي لليوتيوب جايز اذا تكسر هذا شو تاخذ 2 مسكي حبيبي شوفوا حالكم تفضلي تفضلي جايز مثل ما شايفين هون لين ومعاها المطرقه وهذا الدرع يلا لين جاهزه تكسر الدرع عشان 300 درهم ايه اشوف اسمعيني بسم الله 1 2 3 اوكي جايز لين ما قبلت تعمل التحدي وما قبلت تاخذ الفلوس فهلا توري برنانا يلا توكلي يلا 2 يلا الدرهم شو خدي شيء من اغراض المنافس جايز يعني اخذ اللي بدي اياه من عند اغراض لي اللي بحبهم في شغله انا بدي اياها من عندي من زمان شرارم بام بام لا شفت سمعت لي كثير بحبها لانه فيها بينك وكثير صوتها هيك بتعزل يعني ما دخل البينك سماعات يلا اي شيء ثاني بالله عليك اخذتهم جايز لا كونغراتوليش بحب اقول انه مبروك لإلي لا عن جد يعني شوف اخذت الشيء بتحبه من اغراضي ورح تاخذ 50 شو هذا جايز عن جد بحب كثير السماعات تبعني صار معي 1150 يوم جا رجعت حمست لا استني استني جايز طلع له 1000 اي رقم اي رقم بسرعة 7 ما هتسوي التحدي بسم الله امسح الميك اب ولو هلا ما هي كم سكيب ايش لا عمل سكيب يا الله هيك بتجي بمسح مكياجي باخذ ابدا تمسحي صامت ما بتتركي شيء ولا مسحه ولا شيء يلا امسحي اشوف شو مين احلى مكياج ولا مين مكياج هاي لي مكياج صار معي 1200 انت 1000 شو 1200 حبيبتي 1020 1020 درهم انا معي 1150 اي رقم 9 اكسري شي من الماء عدرهم لا طبعا تعالي نخاطر جايز تعالوا نخل انا عندي هلا سكيب وعندي انه ما العب وما اخذ الهديه بس شريكم نخاطر لا انت بتختاري بس انا اختار لك يلا نخاطر شو قلتين لا جايز لين بتعرف كل شيء بحبه فمشان هيك الله يستر بدينك بس شوفوا محلاها هاي نانا كثير بتحبها نانا ايه مزنخ ما احلاها كيوت والله تجي كوتشي لا بدها تري فكرة حبيت حبيت انه اغير يعني قطع في قطع اغير؟ لا الباقي كله غالي كمان عادي جايز هاي الباليت كتير 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 بحبها بس رح اضحي تضحي؟ طب بلش بكتر وحدة تحبيها اكتر لون بحبه؟ زهري شو الصوت السنقر حرام
كثير حلو هاللون. طيب تحته قربي نان رح يقع على الارض. هاي شو بعرف شو الالوان اللي بحبها. والبنفسجي جايز لسه. طبعا انا ما في شيء ببكيني، فكر انه رح تعرف تبكيني. اوكي جايز هلا دور لي. دوري؟ ليش مفكره دورك؟ تفشني هاي؟ يعني ما في تحدي لانه هاي تبعت الدرع. صح 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 جايز هاي عرفتوا اي 300 تبعت الدرع. هي ما سوت التحدي وما اخذت المصاري، فهلا رح تاخذهم بدون ما تعمل تحدي. هاي اول 100 قدن جوال. احنا عم نصور يعني اكيد مش مشكله مشانكم. بس هاي ثاني 100، هاي 300. اوكي جايز رح نرجعكم بعد الاذان. اوكي جايز طبعا خلص الاذان وهلا عم نكمل معكم. تفضلي دوري. نحن ما فطرنا هلا، عم نستنى نخلص عشان معكم يعني. ميتين. الله كم الرقم؟ اي رقم؟ شو؟ امي راتبي غرفتك. تعرفوا شو؟ سكيب بركي طلع، بركي طلع تعاملي. شو؟ سكيب حالتها بغرفتي. طبعا مبينة انه هي مرتبة، بس شوفوا في هون شوية تخت مرتب، بس تختة شوفوا تخت مو مرتبين. تعالوا معي رتب الغرفة. اوكي جايز مثل ما شايفين خلصت. هذول فلوسي ولسه في فلوس كمان. قديش؟ اللي هن 200. جايز لسه معنا 120 و5، فانه يا رب اخذ 100. يا رب انا ال 100 يا رب. 5 6 رقم 6 تحدي. سطل من الماء على راسك. شو يا مسعود؟ طبعا سكيب بدون تفكير. تخيل قبل الفطور هيك يعني شوي رايحين نفطر كل وين انا عن جد؟ جايين لعنا ضيوف. ثاني سكيب؟ ايه اوكي راحت السكيب من عندك. هاتي 1325 مية. هلا المية هاي. شو ما كان التحدي انا عاملته واخذ المئة. ها وهي قبل ما عملت 11 كانت. ايه 11. يا الله شو التحديات السهله. صوري حلقه من برنامج سهرات بتجمعنا مع ضيف من اختيار المتابعين. سو جايز بدي اياكم تكتبوا تحت بالتعليقات مين بدكم نصور معه حلقه، والبرنامج هو عم ينزل كل 3 ايام عم تنزل حلقه، فبديكم تكتبوا مين الضيف الجاي اللي بدكم اياه. وانا من عيني هاي قبل عيني هاي اكثر اسم بتكرر رح اصور. كانه انت الوحيده رح تصوري معه، انا هيك حتفرج. طبعا هاي ال 100 اخذتها من التعاون. قال لسه اخر وحده، فانا رح اسحبها دغري. ليش حبيبتي بركي انا ربحتها؟ لا صح. اوكي جايز لسه اخر وحده، فانا رح اخذها يعني انا. بس تحدي حبيبتي اوكي شوف ايش التحدي. رقم 4. لا شيء. هاي السهوله يا خيارات على ال 100. طب يلا تعال نشوف مين معه مصاري اكثر. بلشي انت يلا بمجموع. اوكي سو جايز رح لكم انا شو معي مصاري هلا. معي 500 1000، يعني 500 و500 صاروا 1000. 1100 1200 1300 1450 1451 1350 1400 انت 1320 1340 1345. يا ماما صار اكثر انت كمان ايش هاي صدقه يعني. هاي درهم حبيبتي. سو جايز بنهايه هذا الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك. الرابط كله تحت بصندوق الوصف. وبس اكتبوا لنا بالتعليقات شو الفيديوهات اللي حابين نصورها. بس باي. تفضح.